الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والجمع والدين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تعالى أتكلم حول آية من كتاب الله تعالى، وهذه الآية من سورة يوسف، وهي الآية 180 من هذه السورة الكريمة. يقول الله سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الآية دي رب العزة والجلال يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يبين للناس: قل هذه سبيلي، يعني ده طريقي. الرسول عليه الصلاة والسلام عنده طريق، والطريق ده مرات رب العزة والجلال بينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بلغه كما في هذه الآية: قل هذه سبيلي. ومرات بينسب للمؤمنين، لأنهم هن سلكوا الطريق ده وقاموا به. قال تعالى في سورة النساء: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومرات رب العزة والجلال بينسب لنفسه، كما قال تعالى في سورة الأعراف، في سورة الأنعام الآية 153، قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. لأنه بعد شوية في ناس بكوركم ولك مالكم ومال الناس، وخلوا الناس في حالة، ونحن ما دارين مشاكل، وتكلموا لنا بالآيات والأحاديث، وإنتوا ذاتوا جيتوا من وين، وجابكم شنو، وإلى آخره. الموضوع ده ما واضح جدا. الله قال لك في القرآن سبحانه وتعالى، من ما نتكلم بالآيات والأحاديث، قال: وأن هذا صراطي، يعني طريقي، مستقيما. وطريق الله عديل ما فيه لفلفة. بعدين قال لك: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل، وهو طريق، وهنا طريق منحرف. يعني قال لك ده طريق عديل، وفي طرق تانية بالجنبات. لأن الآية دي لما نزلت في التفسير، في تفسير ابن كثير عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أيضا، قال ابن مسعود: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وقال: هذا صراط الله مستقيما، وخط من جانبي الخط خطوطا. وفي رواية جابر رضي الله عنه في مسند إمام أحمد: وخط عن يمين الخط المستقيم خطين، وعن شماله خطين، وقال: هذه السبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. الله قال لك في طريق عديل، ده بوصل الجنة، انت مش دار تخش الجنة، اي في طرق بالجنبات. قال لك دي ما تتبعها، شكاية احنا بنحذر منها. زي السيزول عربيته خسرت، ما شاء ذاك ميكانيكي وده ميكانيكي، وده عنده زبيرات ما أصلية، وده زبيراته أصلية، وده شغله ما نظيف، وده شغله نظيف، وإنت زولك ماشي للزول اللي زبيراته ما أصلية، شغله ما نظيف، بتخليه ولا بتحذره؟ بتغش وتسكت وتكتم الحق، ولا بتحذره وتقول له: يا أخ اسمع، والله الزول ده شغله ما نظيف، يا أخ دي ما غيبة ما تتكلموا في الناس. لا، ما دي فيها مصلحة، دي فيها مصلحة، عشان كده مباحة. والله الزول ده شغله ما نظيف، أنا مش وين أمشي له، ده شغله نظيف. درب الرسول عليه الصلاة والسلام نظيف يا ناس ولا ما نظيف؟ مش نظيف، مش بيوصل للجنة. أي اتبعوا، نحن ذاته ما تبقى معانا،
بس أبقى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، براك دي تمام معه وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ويتلمى مع المسلمين، شو قد درب ده مش الطريق اللي بيوصل للجنة. أي في صحيح البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال الناس بتخش الجنة بعدين إلا الزول البيابة، وفي ناس كتار بيابوا، عشان كده إحنا جينا نبين لك الحاصل عشان تحذر. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. شكري في الآية اللي بدينا بها: قل هذه سبيلي، وري الناس قل لهم ده طريقي. طريقك شنو؟ أدعو إلى الله، تدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى، مش تدعون لغيره. لما تقول للناس السماء دي الخلق منه الله، والأرض الخلق منه الله سبحانه وتعالى، والشيوخ الخلق منه الله، والسحاب الخلق منه الله، نجوم خلق منه الله، بحر خلق منه الله، البد الجنة منه الله، تعبد منه الله، تدعو منه الله سبحانه وتعالى، تتوجه لمنه لله جل وعلا. دي مش دعوة إلى الله، ما توجه لغيره. أي لما نجيك واحد تاني زي ما في كتاب الطريقة الختمية، وهو كتاب فيوض البحور المتلاطمة، وما تبقى زول مسكين يغشوك، نحن بنجيب الكلام وبالمرجع ولك في الكتاب الفلاني، انت ارجع على الكتاب. قال في فيوض البحور المتلاطمة، وتاني كتاب للختمية اسمه النور البراق في مدح النبي المصداق صلى الله عليه وسلم، مش عناوين سمحة، النور البراق في مدح النبي المصداق. تعال خجوا وشوف الحاصل. قال واحد اسمه عبد الله العيدروس، ده من شيوخ الختمية، ده جابوا له كرامتين كرامات، قالوا جابوا له كم كرامة وما تكورك انت سيغضب لله تعالى. أول أمس في رفاعة واحد بعد العيشة تكلمتها، واحد كورك سلع عكازه وقام عليه واحد، بعدين ما عنده علامة جودة، قاعد جنب الركن اتكذفت منه جدا، ما عنده علامة جودة لكن موحد وأخونا في الله تعالى، داير بس سمكرة بسيط في البوضي لكن المكنة تمام نحسبه. بعدين قال له: وي الكلام ده انت مالك يا زول، الكلام ده انت بتعتقده؟ الزول قال: شيخ كن قال غير الله بنزل المطر، ودي قال الخنجر موجودة في اليوتيوب. المهم عمك داك هاج بعكاز ومرك برا، اتلموا مع صوفية برا هناك جنب الظلمة جنب دكان كذي في نور، قعدوا يكورك ومركت لهم برا، الله يتقبل، مركت لهم جيتون وقفته صن يا ناس انتم ما بتكوركم هلكونوا في شنو والحاصل شنو. زول بيقول لك الشيخ العيدروس داك، خليه الناس رفع عليك، أنا جيك للكتاب ده بتاع الختمية. قال العيدروس إنه كرامات منا واحد أنه ذبح رأس بعض تلامذته. تخيل الشيخ انت جيت تدرس معاه وجيت تتعلم منه الدين، لما فيك ضبحك كر ده بقعد معاه؟ زول جيت تدرس معاه سلة سكينه ده بتقعد معاه، ولا بتقول ده فاك منه عنده صامولة رماه في كوشة؟ والله ده ما فاك منه. بعدين قال الشيخ قال ذبح قطع أو ذبح رأس بعض تلامذته، ثم قال له: عد فكان كما كان. بعد ذبحه تاني قال له: أرجع تاني. رجع تاني، الكلام ده يا جماعة بصح، زول بعد يموت تاني بقوم في الدنيا. الناس ما قروا سورة ياسين، قال الله تعالى في سورة ياسين، عشان ما يغشك يقول لك أبويا الشيخ جانا، جاك شيطان في سورة شيخ بس، ما في شيء والله. زول يدفنوا خاصة في السودان بحفروا ليك، وفي شباب بيقولوا الله يتقبل، واحدين واقفين برا في الجل جنب القبر، صلي صلي صلي، ديل بمسكوا اللزمة بحفروا لك بغرقوا لك جوا، بعدين بيدخلوك والكفن مربى الثلاثة محلات، دخلوك جوا برص الطوب، طوب تقيل ذاته، ينهدوا يخطوا الطوب
بعد شويه يجيبوا الطين يليسوك لو في نفس. قول له في واحد طبعا بتاع تنظير برا، ادي ودي هنا في نفس، هنا في نفس، ما بخلوا لك نفس. شفت يكتموها فيك جوا كذي، بعدين بعد ليسوك تمام، اي جيب التراب والواسوق وشيب الكوريك، ارتموك جوا ردم تقيل. والله تعالى لو حييت اتورطت، حييت شفت يدوك كيلو بتاع باصه من ود الباشا تاكلوا، تقول الله اني استعد له منكر ونكير، شغل هذيك تمجوا ما بطريقه ثانيه. ده لو حي، فما مات بعد يموت ودفنوه امرك بره ثاني للمريد. سوره ياسين قال الله تعالى: الم يروا كم اهلكنا قبلهم من القرون انهم اليهم لا يرجعون. آية واضحة ولا ما واضحة؟ في سورة الأنبياء قال الله تعالى: وحرام، حرام، حرام الحرمة في اللغة يعني المنع، حرام ممنوع، قالك وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. شفت مادة تاني ما برجع إلا يوم القيامة. لكن لما تبقى صوفي بتصدق. واحد بروفيسور بيجاي اسمه حسن الفاتح غريب الله، غريب الله ده كان مدير جامعة أم درمان الإسلامية. شوف احنا المصايب بتجينا من ناس قال متعلمين، قال ده مدير الجامعة، قال الجامعة، قال في كتابه يستنبئونك، قال له يا بروف، يا بروف، هل الولي بعد يموت بيمرق من قبره؟ ده مش سؤال طفل الروضة بجاوب عليه. قال اي بيمرق من قبره وبقضي حوائج مريده وتاني بيرجع مرة واحدة تانية. معقولة يا ناس؟ زول دفنوه هسي، انت لو زول دفنوه ابوك مات الله يطول عمره في الطاعة، بعدين مات دفنته في المغابر، جيت مع الاولاد لميته في الدكاكين والبيوت اتقسمتوها، بعد شوية ابوك جناطي قال الدكان ده بيعتوه لي شنو؟ الشغلة دي ما بتكتم بيك؟ تقول لا حاجة جابك شنو انت؟ لأنه ما خطيناك بغادي يا حاجة، الحاسد شنو؟ والله زول مات تاني رجعوا يا أخي للدنيا شكلي، تبقى صوفي بتصدق الشيخ بيمرق من قبره، تصدق في سحلية متبرجة، فار بيضرب خدرة، أي شيء بتصدقه. ليه؟ لأنه الصوفي عقله بعيد. والله خدت عقله للشيخ، يا كتاب اسمه الطبقات الكبرى للشعراني، ده شيخ اسمه محمد الفرغلي قال. ما تتخيل انا متكلم في الناس زي ساي، ناس زي لخبطوا لخبطه ثقيله جدا ودي كتب وما مصدقنا. امشي هذه المغابر، حمزه رضي الله عنه شهيد ولا ما شهيد؟ ولي ولا ما ولي؟ صحابه اولياء ولا ما اولياء؟ وروني صحابي واحد، امشوا المدينه البقيع، وروني صحابي واحد عنده قبه يا ناس. كلام ذا في الدين وين؟ رسول عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بخمس، خمس ليالي قال: لعنة الله على اليهود والنصارى، ليه؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. ده تحذير يا أخي. شكاين في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله، مش بتحبوه؟ أي ما تسمعوا كلامه؟ أنتم بتحبوه الصوفية، أنا قصدي ما أنتم، ليه ما يسمعوا كلامه؟ قالك نهى رسول الله، نهى، تخيل يعني الرسول واقف قال لك ما تبني وانت بتبني، انت مطيع ولا مخالفه؟ قال لك ما تبني، قبر ده مات ما تبني ثاني، زول مات دفنوه ما تبني. قال جابر رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه. الاسئله الاخيره دي بطبقوها، لو مشيت طلعت فوق قبر ولك زي 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 ياه ده قبر، عارفين انها حرام. طيب الطلعة حرام، الحديث اللي فيه الطلعة حرام ده ذاته ما فيه حرام تليس القبر، ما فيه حرام انك تبني فوق القبر. زول مات غسلوه كفنوه شالوه أربعة في عنقريب ما قادر يتحرك ولا بيتحرك، شالوه أربعة، لو بيتحرك الشيخ ده لو بيلحق بعد دفنوه نحن ماذا ننبذ، دارين نقنعك إغناع عشان تخاف من الله وتعظم الله وترجع إلى الله وما تعتقد في ديل. زول مات هذا غسلوه كفنوه، جلابيه قلعوه، عراقي قلعوه، حاجات جوا قلعوه، لموا في غسلوه تمام جيهوه كويس، اي بعد شويه كفنوه
خدته في العنقريب ده الشيخ ذاته، بعد شوية بيجوا أربعة بشيلوه. لو الشيخ ده بيلحق وبيتحرك مش مفروض يقول لا أبونا الشيخ أيه أنت طبعا بتتحرك بعد تموت، تعال المغابر نصلي عليك صلاة الجنازة، ويمشوا يخلوا العنقريب يجي وراهم، لكن شايلينه أربعة ليه؟ ده ما سؤال وجيه جدا، لأنه ما بيتحرك. شالوه غسلوه بعدين دفنوه، بعد دفنوه يجيبوا طلب ومعلمين وابن القبة بنوه عذابة لافين ما لاقين يتزوجوا، عذابة شغالين ما في حتى رسالة ولهيب الشوق ابكوا ما قادرين يتزوجوا، خلوا العذابة لافين برا وادوها للأموات. ده بيستفيد شنو بقى؟ أنا دار أعرف. بعدين بعد بنوا القبة سووا لها باب، شوف على الأقل الناس ذي فهمون كيف، بعد الباب سووا ترباس، بعد الترباس طبلة، ها بدوها برضو طلية اي طيب ترباس وطبلة، يعني الزول ده لو حي برا الا لما نيجي يفتحوا شنو الطبلة، ما طابلينه جوا. انتوا ساوي لها ترباس ليه؟ ما تخلوها فاتحة ساي، والله يقول لك خايفين من ابدقن يجي يلم في بالليل، انت خايف مننا نحنا وهو بتخوفنا بيه بنفخكن وبيعمل لك وده اللي ينفخنا الجلابية تلعب زي ذاته يا أخي، اللي ينفخنا شوية نزيد عشان نعرف الحاصل، ده كله هوس وكله لف ودوران. فلذلك الإنسان يجعل عقيدته الفرغة لده. الجمال ذكرته ليك ده، ده قال من كراماته عبد الوهاب الشعراني في كتاب الطبقات كرامة مضحكة، أصل الناس دي كانت بتضحك منها، قال كرامة من كراماته في كتاب الطبقات الكبرى للشعراني، وده مدح البرعي، قالوا سيدي الشعراني الناشر لعلم الله، ومدحوا أحمد داود العيان ذاك مرضان شديد جدا هناك في جلجني، قال الوعاء والعلم عند الشعراني، نحن الجد لو لموا علمنا مبساوي ما بيملى الوعاء عنده، كلام المعنى ده بشكر فيه الشعراني. قال لك محمد الفرغلي من كراماته أن التمساح أو التمساح خطف بنت مخيمر النقيب، واحد قال اسمه مخيمر النقيب، وقال التمساح خطف بيته، فجاء إلى الشيخ الفرغلي وهو يبكي، قال التمساح خطف ابنتي، فقال الفرغلي على الله شوف الكرامة دي، شوف الصوفية ديل وشوف لعبن، ودي جايبنا من مآثر الفرغلي، قال فقال الفرغلي لمخيمر النقيب اذهب إلى البحر ونادي بأعلى صوتك يا تمساح تعال كلم الفرغلي. يا ناس في تمساح بعرف الفرغلي؟ هو كذا الفرغلي اللي خش له هناك جوا، في تمساح بعرفه، ونحن ناقصين تماسيح في البلد دي، خش الدلالة خش وفي تماسيح في البلد دي ناقصيننا نحن. قال فذهب إلى البحر ونادى بأعلى صوتي يا تمساح تعال كلم الفرغلي، قال فخرج التمساح كالمركب والخلق عن يمينه وشماله جارية حتى وقف بالقرب من باب الشيخ. التمساح ذاته بعرف باب الشيخ والله. قال فخرج الشيخ فأمر الحداد بقلع أسنانه، قال للحداد كسر أسنان التمساح. حداد تخيل جاب اللجنة والشاكوش شغال افتح خشمك يا التمساح، والتمساح فاتح خشمه كشله والتمساح واقف سايه. شوف التمساح البليد ده بكون صوفي ذاته معاهم، تمساح ذاته بليد، بعدين واقف قال كسر له في سنون كشله والتمساح واقف، ومتلقاه في الكتاب انا ذكرته لك ما ظلمتون طبقات الكبرى للشعراني. انا اضحكني باقي القصه، قال فامره بلفظها، قال لا طرشه البيت، قال فلفظها فخرجت حيه مدهوشه. قالت انا كنت وين؟ كنت في مبدما، كنت جوا في بطن التمساح، انت ما عارفه كنت وين؟ بعدين وانا مبدما متكيف منها قاعده مش لها ما تقول هنا، بعدين قال اضحكني باقي القصه، قال ثم اخذ العهد على التمساح ان لا يعود يخطف انسانا وهو حي. فلا تمساح انا قاعد في البلد دي وحي، اوعك تخطف زول، بداقر التمساح في شغله، والتمساح بيكون خلى البيت زي اللي قشيه كلها قرمشه بصل ولا سال مهم قرمشه. قال فرجع التمساح الى البحر ودموعه تسيل،
والله مكتوبة كان تمساح شايل جراح قاعد يبكي. ناس بكوا التمساح ما بكوك انت تباريون انت يا اخي شيخ كله شغله بتاعت لخبطه. ابونا الشيخ طار وابونا الشيخ ركه ودي والدبرك بيعملها وابونا الشيخ عمل والحقنا وافزعنا وسوي لنا يا اخ شيخ مات. والله قال وتوكل على الحي الذي لا يموت والحي الواحد الاحد العظيم المبموت الله سبحانه وتعالى. ونحن دارين تمسك فيه تتعلق به وهو مرضت واذا مرضت فهو يشفين. دار الرزق وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. دار مرة أدعو الله طوالي واحد في هناك في مدرمان بحكي لي واحد قال بيبكي قام قاعد يبكي قال لي يا الله يدع الرسلي الأسبوع ده يا تقتلني أنا الشغلة دي ضاقت مرة واحد يدع الرسلي يا تقتلني قال والله قال كذي وما بين لفظة لكن شنو قال لي يا الله يدع الرسلي يا تقتلني بس الاسبوع ده. قال ما تم اسبوع عقدوا له قلت له الحمد لله الله استجاب لك هكا موتك انت موت عذابي ساي انت شويه جايب الموت مالك قول يا الله تهديني وتصلحني وتزوج لي وبعدين الله بديك. اسال الله صليت قبل الصلاه بين الاذان والاقامه اسال الله سبحانه وتعالى في السجود اسال الله داير اي شيء ارفع يديك لي الله عنده ولا ما عنده يا ناس. وان من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وكلمة أخيرة أنا أختم لك بها لأنه قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بصيرة بحال المدعو بصيرة بالوسيلة التي يبلغ بها الدعوة بصيرة بالحكم الشرعي على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أنا دار أختم لك بكلمة أي زول يجيك ويقول لك بتنبذوا الناس بتشتموا الناس ما خليته زول ما هو إلى آخره بس أسأله سؤالين. قول لي يا أخي لو زول قال يا الله تنجيني عبد منه عبد الله سبحانه وتعالى نادى كم نادى واحدا يا الله تنجيني من الكربة الفلانية. زول قال يا الله ويا شيخ فلان نادى كم نادى واحد ولا اثنين مو سؤال واضح يا جماعة من غير اي زعل اي زول صوفي بالراحة كان انت قلت يا الله نجيني ناديت كم واحد يا الله ويا شيخ فلان ناديت كم مش اثنين ده توحيد ولا شرك ده شنو يا ناس ده شرك بالله سبحانه وتعالى. والله يقول لك نحن ما قلنا ما قلنا الزول ده زي الله ما انت ما قلت زي الله لكن اديته حق الله. هسي لو مرتك لله المثل الاعلى قالت لك انا بحبك حب شديد جدا وانت مال عيني و 99% من قلبي ده حقك انت لكن بس واحد كذي ليه بتاع الجيران ودى الجيران بتخليها ولا بتركب عكاز تقول لها جيب الكنج خدتيه والعكاز بعده خطيه والبسطونه رصيه واجي في اداره قبل على الحيط ارفع يديك ساعتين ونص عشان نشوف ود الجيران ده تاني كان ما مركت الليله من قلبك بالعكاز ده. والله بترضى ولا بتزعل مش بيزعل مع انه ما خلق مرته لكن لما 1% ادته لود الجيران زعل يا الله خلقك جد قالك خلي عقيدتك فينا انا ناديني انا وإلهكم إله واحد. أنت الشيخ ليه تجيبه الرزق عن منو عند الله الشيخ ليه تناديه الجنة اللي بدي منو الله الشيخ جابه شنو ليه ينادوه ده ما سؤال جدا سؤال واضح جدا. فلذلك الإنسان يجعل عقيدته في الله صحيحة ده السؤال الأول. السؤال الثاني قل لي يا أخ لو زول قال نادوا الله وما تنادوا الصحابة هل تنبذ الصحابة قال نادوا الله والصحابة ديل رضوان الله عليهم لكن ما تناديهم الكلام ده فيه نبذ للصحابة يا ناس. طيب ليه لما نقول نادوا الله ما تنادوا الصحابة الناس يسكتوا لما نقول نادوا الله ما تنادوا البرع والمكاشف والكباش يقولوا ده نبذ. أنا داير أعرف أنت عارف الجواب على السؤال ده شنو إنه ده محل المرض
زي زور ركب هايس وبعدين جاي يقفل الباب المساعد طب لا اصبعه في النص غمر ودوه المستشفى الدكتور بيها بش راسه زولك ده مغمد بيها بش كراعه مغمد بيها بش بطنه مغمد بيها بش كتفه مغمد هبش الاصبع الكبير عيونه بدت ينوه ترقرق هبش الاصبع البعد بدت ترقرق لما في الاصبع في النص داسه زولك ده بكورك ولا ما بكورك بكورك ده محل العوارة النازل محل العوارة بتاعتنا الجماعة ديل شكاية تجعل عقيدتك في الله صحيحة وتفك كون وتتوجه إلى الله وده اللي بينفعك وما بينفعوكن والله يجروا منك دي كلمة أختم بها شفت يوم القيامة شيوخك ديل الماسك فيهن والله يجروا منك ما مصدقنا أقرأ القرآن سورة عبسة قال تعالى في أواخرها فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه زول عينه لأمه وعينه لأبيه ودي بيجاي زوجته وده ولده كلهم بجر منهم أبوه يقول له جيب حسنة فت بجر أمه تقول له ولدي حسنة بجر زوجته اجر منها ولده اجر منه بقيف له مريده أمه جرى منا بقيف له مريده شغلة دي بعدين براك ما مصدقنا بتلاقيها بتلاقيها إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا تمش لبراك أسأل الله بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ونين إن شاء الله كل جمعة ولا كل جنودة كل جمعة العصر بنجي إن شاء الله نذكر الناس والفيهم خير جزاكم الله خير زي وقفتكم دي الله يتقبلها الناس بتسمع والعيان ده من بعيد إن شاء الله الشغلة يبتسخن معاه بالليل بيقعد يفكر بحمين نوم الصباح أموره بتوضح إن شاء الله قد الله يشفيه نسأل الله يشفي مرضى المسلمين بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله